أعزائي المشاهدين، فكل ما كان برحب بكم النهاردة في فيديو جديد معي عن توقعات الأبراج. توقعات الأبراج ليوم الثلاث الموافق آخر يوم من شهر فبراير 28 فبراير 2023. في اليوم الأخير من شهر فبراير هيكون مهم جدا ننسق العلاقات مع الأشخاص اللي اتدهورت وتعقدت معاهم العلاقات في الشهر ده. لو أنهينا الشهر بانسجام ومزاج كويس وحب هنحصل عليه شهر مارس، شهر يعتبر أفضل بسبب انخراطنا في أمور مهمة أكتر في شغلنا وحتى في حياتنا العامة. عندنا اجتماعات كتيرة مش هتقتصر على نفسنا بس، ولا حتى على مشاكلنا ولا حتى على شؤوننا الداخلية. هنبتدي نتوقع محادثة فيها لقاء مع حد أو رجل بحد ذاته، ودي حاجة تعتبر مهمة جدا في تطوير خطتنا للأيام اللي جاية اللي بتعتبر حلوة لينا. هيحضر بعضنا تجمعات هتبقى بتضم أطفال صغار أو حتى فتاة أو حتى امرأة شابة. من ناحية الصحة اليوم حلو لو قررنا نتعالج ونتشافى من شوية أمراض عندنا. إذا كنت من مواليد برج الحمل أو برج الأسد أو برج القوس هتكون طموحاتك يوم الثلاث عشان تتوفي في الوقت المحدد بكل التزاماتك بشكل ناجح، واللي بتتوقع انك تحصل من خلالها على اموال كتيرة فيها مزايا تانية ممكن تبقى بتحصل ليك. هتبقى متعلقة بامرأة هتبقى في دايرة اقربك في اليوم ده، هتبقى انت مناسب ليك اليوم حتى لو قررت انك تتخيم في امالك. يوم الثلاث هيبقى بيواجه كتير من المشكلات يا حمل ويا اسد ويا قوس. خلينا حذرين اكتر في اننا ننتقل من مكان لمكان. هيبقى عندنا تجارب فيها محادثات هتبقى تعتبر ممتعة مع اشخاص بنكون بنتواصل معاهم في يومنا ده بشكل تقريبي اكتر. النهاردة هيكون كتير مننا مبسوطين بالأخبار اللي بتخص الفلوس اللي هتبقى جايلنا في البيت. بالنسبة لكل المواليد الحمل هيركز يوم الثلاث النهاردة علينا، وهيركز برج الأسد على المهمات المخططة ليها بالفعل في اليوم ده عشان يقوم بيها. بالنسبة لكل المخاوف اللي هتبقى بتتعلق بصحتنا والالتزامات اللي مفروض نوفي بيها واحنا ما وفيناش وتأخرنا، وكل العلاقات اللي بتبقى معقدة، والكل ده هيكون في مهمات بالنسبة لينا. النهاردة القوس هيبقى في تأمين واضح في المشاعر اللي بتعتبر ممتعة، نعيد شحن بطارياتنا مرة تانية عشان نعرف نتصرف.